دابا تيتراوح ما بين 90 درهم و 100 درهم. وهادشي هذا راه فهمتي راه بزاف، راه ما بقاش كاع اقبال بعدا عليه، وراه تزاد فوق 35 درهم ولا 40 درهم في الكيلو. غلاء الاعلاف، هذاك العلف اللي تياكلو طلع بزاف فهمتي، والعرض دابا الطلب عليه اكثر من ما كاينش فهمتي، العرض اكثر من الطلب فهمتي، ما كان الطلب اكثر من العرض، ما كاينش شي زعما كاينه شي حاجه اللي غادي شي حاجه اللي تدخل من برا غتعاون وكذا فهمتي، يعني خصهم يديروا حل ان شاء الله قبل رمضان فهمتي، باش الانسان حيت الطبقه الفقيره راه ما بقاتش عندها الموسوع كاع باش انهم يوصلوا عند الجزار دابا. الانسان من تيسمع هذاك الثمن ديال 90 درهم ومازال غيزيد يوصل حتى 100 درهم، هادشي دابا الانباء اللي كاين حيت راه تيطيح دابا راه بواحد راه تيطيح فوق شحال غتبيعو، تيطيح 85 تيطيح ب 85 درهم 90 درهم شحال غتبيعو الانسان. دابا راه الجزار مازال تيتراوغوا شويه وتيحاولوا انهم يديروا هكا وهكا باش انهم فهمتي يحاولوا يسلكوا، ولكن راه ما بقاش السلام، الثمن ولا دابا صافي عاوتاني باينه اخاي الحمرا كاليتيات، عاوتاني الكاليتي ديال اللحم اللي معروفه، العجل اللي شي حاجه سنه للحليب، شي حاجه اللي نقيقيه تطيب بالزربه، وشي حاجه اللي فهمتي اللي نقيه، ما راه اما داك اللي 70 درهم 60 درهم عاوتاني راه تكون شي حاجه عيانه بقره نعجه فهمتي، شي حاجه كبيره في السن ما تطيبش. ايوا في الحقيقه الثمن بالنسبه للناس بالنسبه لهذه خاصو يكون في المتناول، لان الظروف والوقت اللي تعيشها المواطن يعني كاين بزاف الاشياء اللي خاصها تغير، من ضمنها الاثمنه، لان الناس ما عندهمش، وكاين عائلات كبيره الاكثريه ديال الشباب ديالهم ما خدامينش، فلهذا خاص يكون شويه ديال التجاوب ما بين المواطن والناس المسؤولين على هذا الميدان. ايوا في نظريتي مثلا يقدر يكون مثلا نظرا للجفاف الجو والطبيعه، هذا الجو هذا اللي كنعيشوه يعني ان الشتا ناقصه شويه والعلف تيكون شويه غالي، فلهذا كاين شويه ديال الغلاء بالنسبه للكسابه، طبيعه الحال غادي يكون الغلاء، وهي بالنسبه للارتفاع ديال الثمن كيجعل الانسان انه كينقص شويه في الاستهلاك، يعني الا كان كياخذ كيلو يمكن له ياخذ نص كيلو بطبيعه الحال، لان الثمن كيتغير كذلك حتى بالنسبه للمستهلك تينقص شويه في الاستهلاك. والرساله اللي كنوجه كنتمنى ان المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه الزيادات اللي كاينه، ومقبلين على شهر رمضان ان شاء الله الاكرم.